بالمدرب هذا من حيكون؟ لا أنا ولا الأخوان الثانية السعوديين. هم يدربوننا بالأول، نأخذ خبرة منهم، نشتغل معاهم فترة معينة ممكن. قرار من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطين منافذ تأجير السيارات. القرار دخل حيز التنفيذ في الأول من رجب لهذا العام، لكن يبدو أن بعض الشركات والمؤسسات في هذا المجال لم تقتنع بالمدة بين إعلان القرار وتطبيقه. احنا كنا نرغب أن يكون تطبيق القرار التوطين أن يكون 50% مثلا، أنه يبقى معاه الموظف هذا الأخوان العرب لتدريبه وتأهيله معي مساعدة أنا وهو، لا يدخل الأجنبي أو الأخ العربي لا يدخل المكتب، يجيني يعطيني غرامة عليه إذا وجده معي من بعد ما طبق القرار هذا. الكثير من الشركات في هذا المجال بدأت بالإعلان عن وظائف للجنسين برواتب تتراوح من 4500 إلى 5500 ريال سعودي كراتب أساسي، ما يعتبره ملاك الشركات وحتى الموظفون فيها راتبا مجزيا. شروق ناصر تقدمت على إحدى الوظائف في أحد مكاتب التأجير وجاءها الرد سريعا. شروق تعمل موظفة استقبال في هذا المكتب، ترى أن المستقبل في هذا المجال أكثر من جيد رغم نظرة الاستغراب التي تواجهها أحيانا من بعض العملاء. صحيح شيء جديد، مو معترف كثير يعني أنه بنت تستقبل عملاء تأجير سيارات، وممكن تكون نظرة مستغربة يعني شوي، لكن مع الوقت تتعود، يعني كل جديد مع الوقت يصير قديم. يعني صح أنه الأغلب يعني أنه في رجال، أن أنا يعني أنا الواجهة هنا فأغلبهم رجال، لكن مع الوقت بيصير النساء أكثر، لأنه في حاجة راح اللي هي تنزل قيادة المرأة، فبيصيرون البنات يستأجرون سيارات، بيصير التعامل مع النساء أكثر. فهذه بس خطوة يعني زي ما تقول مسبقة عن 10 خطوات جاية مستقبلا. منصة دروب التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية أتاحت فرصة التدريب ل4400 سعودي وسعودية في مجال تأجير السيارات، لكن مناح المسردي لديه تعليق على طبيعة التدريب لدى هذه المنصة. أنا كيف أدرب السعودي؟ أدرب أنا باجتهاد فردي؟ في منصة اسمها ما استفدت منه. في منصة اسمها دروب تبعها دخلنا عليها وتدربوا الشباب ما نفع معهم. ليه؟ وش طبيعة التدريب هناك؟ دروب تدربك نظريا وفترة وانت تتعلم أمور غير الشيء اللي انت تلقاه في الميدان، لازم يطبق ولازم اني اكون انا وهو في المكتب ويكون معه واحد مدرب. المدرب هذا من حيكون؟ لا أنا ولا الأخوان الثانيين السعوديين. حيكون مين؟ حيكون الموظف السابق اللي هو الأخوان العرب. ودائما أصلا التدريب العملي هو اللي يعني يعلمك أكثر من النظري. برامج التوطين التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا شك أنها ستوفر مئات الآلاف من الوظائف للجنسين وستحد من البطالة. وبما أننا هنا نتحدث عن توطين قطاع تأجير السيارات، فهنالك تخوف من أن يواجه هذا القطاع ما واجهه قطاع الاتصالات بعد التوطين من تستر وغيره. لمعالي المواطن محمد السويلم، الرياض.